الريال في صدارة الدوري الإسباني بعد تغلبه على رايو بهدفين لهدف. لكل التفاصيل عملنا لايك وتعمعنا. هلو، كيف الشباب؟ كيف الكوادين؟ كيف صحيح؟ إن شاء الله بطرحها برجع وبذكر لازم تعملنا لايك سواء عجبك الفيديو أو ما عجبك. عجبك لأنه عجبك، ما عجبك لأنه هذه البدايات. لنفوت في المباراة فورا ونحكي عن تشكيلة الفريقين. لو حكينا حال فريقين قبل ما نفوت بالتشكيل، وهذا في آخر مبارتين لريال مدريد انتصارين، واحدة أمام شختار في دوري الأبطال والثاني فوز على إلتشي في الليغا، وفي المقابل رايو انتصر على برشلونة وتعادل مع سيلتا فيغو. أما من ناحية الترتيب دخل ريال مدريد المباراة بالمركز الثاني ب 24 نقطة ورايو في المركز السادس ب 20 نقطة، وهذا دليل إنه رايو فريق منهوي. وهلا لو جينا حكينا عن تشكيلي رايو كتشكيل في المعتاد اللي خلقت نتائج وتصلت على برشلونة 4-2-3-1، وبالمقابل أنشيلوتي دخل بتشكيل معتاد اللي 4-3-3 مع مواصلة استبعاد هازارد وتجاهل هازارد من قبل كارلو أنشيلوتي علما أنه دخل في نهاية المباراة. حال الفريقين قبل المباراة ممتاز جدا. رايو مثل ما قلت لكم في المركز السادس ب 20 نقطة، لو انتصر على الريال كان ممكن يوصل للمركز الثالث، كان حيصير عنده 23 نقطة. أي والريال مدريد حيكون قدامه بنقطة واحدة، وهذا دليل على أنه الفريق يمتلك الشخصية، وخصوصا بعد تغلبه على برشلونة مؤخرا وتعادله أمام سيلتا فيغو. ولكن مثل ما أنا مؤمن وبقولها دائما، البدايات مهمة جدا في كرة القدم، مهمة جدا في أي مباراة. وبداية ريال مدريد كانت في هدف وفي فرص خطيرة ومن ثم هدف عن طريق توني كروس يلي رح أحكي عنه شي بسيط في نهاية الحلقة. في بداية المباراة بتحس إنه ريال مدريد بأول دقيقتين ثلاثة أو حالك إنه هو المسيطر، وهذا اللي صار. ريال مدريد في الشوط الأول سيطرة شبه تامة. لو جينا حكينا بأول 5 دقائق 10 دقائق كانت الأمور واضحة، ريال مدريد هو المسيطر، هو ماسك مفاتيح اللعب، هو ذات حركية أكثر، لاعبين ومنسجمين أكثر مع بعضهم، الخط الدفاع مع خط الوسط مع الترابط مع فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وماركو أسينسيو. تشوف هذا الريال حيسجل، هو اللي عم يقدم أفضل، ومن هنا ريال مدريد خلق الفرص وسجل. وبعد الهدف بتحس إنه مسألة زيادة الأهداف في مسألة وقت، بنزيما أهدر كرة بالرأس ارتد من حارس المرمى، وبالإضافة هدف تسلل فينيسيوس جونيور في بداية المباراة. بتحس إنه خلاص النتيجة قابلة للاستياد إلى ريال مدريد. الريال صاحي عم يلعب بهدوء تام، وبالإضافة بتحفز من كازيميرو اللي قدم أفضل شوط له بوجهة نظري، أو أفضل مباراة له هذا الموسم. بتحفز من كازيميرو، صحوة ميليتاو، دافيد ألابا والأسيست تبع كريم بنزيما، هذا بيدل على انسجام وعلى شغل كارلو أنشيلوتي. أما في الشوط الثاني مثل ما عم يصير بكل مباراة مع ريال مدريد، وأكبر مثال هاي المباراة ومباراة شختار، أنت بتقدم النتيجة، متقدم، مسيطر، متسيد المباراة، وآخر شيء بتتراخى وبتتراجع إلى الوراء، تراجع غير مبرر أبداً. يعني أنت لا عندك لاعب إصابة، تشكيل بقت هي الأسماء بقت هي نتيجة التراجع. دائماً الريال مدريد عم يتلقى الأهداف، أول تسديدة إجت بالعرض من لاعب رايو، ومن ثم العرضية دي تبعت هدف فالكاو، على الرغم من إنه دافيد ألابا غير مسارة، بس ولكن هي بالنهاية هدف، وكان لازم ريال مدريد يتلقى هاي الأهداف يلي ما له مبرر إنه يتلقاها، سواء في مباراة شختار وفي هاي المباراة. وهذا الشيء بيتحمله كارلو أنشيلوتي. هذا الشيء طبعا هذا الجانب السيء والسلبي من كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد هذا الموسم. اوكي، لو ممكن طلعت ايجابيات وسلبيات، حتشوف الايجابيات اكثر، هو بقى الفريق عم يسجل، بقى بنزيما عم يسجل، بقى اي لاعب عم يسجل، فينيسيوس جونيور اهمها تطور جدا، ولكن التراجع الغير مبرر فيه هذه اهم شيء سلبي في كارلو أنشيلوتي وعليه اصلاحه. انت الان في الدوري، بكره في دور الابطال حتلعب ضد انديه كبيره، ممكن هاي انديه كبيره تعاقبك لو انت تقدمت بالنتيجه وتراجعت. معلش لو كان لاعب ثاني من بايرن ميونخ او من اي فريق ثاني في الدوري الانجليزي، كانت النتيجة انتهت في الشوط الثاني، كان سجل 3-1. أما نهاية فأنا أحكي عن لاعبين للي هني توني كروس وتيبو كورتوا. توني كروس هذا اللاعب بتحسه جاي بهدوء من دون أي مجهود بدني، بتشوفه أنت وتطلع على المباراة بتقول ما قدم شيء بدني، ما رقد ماشي، بس عنده حسن قيادة خط الوسط، بيطلع الملعب لي، بيكشف الملعب وبتكون معه الطالب بطريقة جميلة، وبالإضافة إلا أنه اليوم كان حاسم. أما تيبو كورتوا اتوقع هو واحد من افضل الحراس اللي بيعرفوا يتمركزوا. يعني التسديده ممكن انت تشوفها سهله عادي صدها ديبو كورتو، بس ممكن مباراه ثانيه او محراس ثاني تلاقي لا فيها صعوبه، ممكن تدخل المرمى. حسن التمركز تبعه بالاضافه للكرات العاليه، طبعا هو طويل قامي هذا شيء عادي، بس ما بعرف بتحسه هو منظم الريال، قائد خط الدفاع. من حسن حظ الريال انه تعاقد مع تيبو كورتو، برغم انه كانت بدايه موسمه الاول سيئه. الى هنا تنتهي هذا الكلام الخفيف اللطيف. برجع بذكر لازم تعملنا لايك سواء عجبك الفيديو أو ما عجبك. سلام.